البحث العلمي بما يضمه من أفرع مختلفة يسطر سطرا جديدا من التفوق المصري في علوم الفلك والفضاء بتاريخها الطويل. افتتاح لمركز محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. النهاردة احنا موجودين لافتتاح تلسكوب متميز جدا من أحدث التلسكوبات على مستوى العالم المعنية برصد حركة الأقمار الصناعية ورصد حركة الركام الفضائي اللي ممكن يأثر على الأقمار الصناعية وممكن أيضا يكون ليه أضرار إذا نزل على أي مكان في موجود الأرض. وإذا هذا المركز هو مركز متطور متواصل مع مراكز متشابهة على مستوى العالم، يمكن ما فيش زيه على مستوى أفريقيا بالكامل. فبالتالي إحنا معنيين جدا إن إحنا نطور في تكنولوجيا في الفضاء والأبحاث العلمية. المحطة الجديدة والتي تعد إضافة لمصر في المجال البحثي لعلوم الفلك معنية برصد حركة الأقمار الصناعية في مدارات مختلفة وكذلك رصد حركة المخلفات الفضائية التي يمكن أن تؤثر على حركة الأقمار الصناعية. بالإضافة للتلسكوب الكبير اللي هو 74 بوصة في سيليسترون 14 بوصة، ده أحد التلسكوبات المساعدة في عملية تحديد بعض الأجرام السماوية والتدقيق في رصدها الفلكي. دي يمكن شباب الفلكيين عندنا من مهندسيين وفلكيين بيقوموا بأعمال الصيانة كاملة والتفضيض والمرايا، يمكن دي صورة المرايا أثناء عملية تركيبها عشان نعرف نحن كفلك عندنا صناعات أو خدمة بنقوم بها كاملة بدون احتياج لأي عنصر أجنبي. الهدف الرئيسي من هذه المحطة هو إعطاء المجتمع العلمي المعلومات اللازمة حول حالة البيئة الفضائية المحيطة بالأقمار الصناعية العاملة في مختلف الارتفاعات وتقديم أحدث البيانات لكل جسم تم اكتشافه حديثا. خطوة جديدة تثبت بها مصر أن قاطرة البحث العلمي لا تتوقف. المركز البصري بالعاصمة الإدارية الجديدة في ثوبه الجديد تم تحديثه وفقا لآليات حديثة تواكب التطور التكنولوجي ليكون نقطة هامة في مجاله البحثي. من العاصمة الإدارية الجديدة مصطفى عبد الفتاح، التلفزيون المصري.